كنت أصلي صلاة العصر وخرج الدم من يدي، فهل تبطل الصلاة حينئذ؟ لأنني سمعت من يقول بأن الدم غير طاهر. إذا خرج دم كثير من الجسم فإنه يبطل الوضوء، ويجب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن لأنه نجس. أما إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يؤثر على الوضوء، لكن يجب غسله من الثوب أو البدن. جزاكم الله خيرا. حد يسير لو تكرمتم شيخ صالح. هذا يرجع إلى العرف. طيب. عرف الناس المعتدلين، لا الموسوسين ولا المتساهلين. فما عده المعتدلون من الناس كثيرا فإنه يكون كثيرا، وما عدوه يسيرا يكون يسيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم.